ولمناقشة أبرز التطورات على الساحة الدولية تنضم إلينا من تونس مراسلتنا إيناس فرادي. صباح الخير إيناس. صباح الخير إسماعيل، وصباح الخير لكل مشاهدي قناة اليوم. إيناس، نبدأ من تونس التي أعلنت سداد جميع ديونها الداخلية والخارجية لعام 2023، ماذا تحدثيننا عن ذلك؟ نعم إسماعيل، جاء هذا على لسان وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري التي أكدت تمكن البلاد من سداد جميع ديونها المحلية والخارجية لعام 2023 رغم كل الضغوطات يعني التي مرت بها البلاد، ما أدى إلى خفض السيولة إلى حد بعيد وساهم في تقليص تمويل البنوك الاقتصادية، يعني اعتمدت البلاد هنا على القروض الداخلية. تتوقع الحكومة أن يصل الدين العام المتراكم هذا العام أي بعنوان سنة 2024 إلى نحو 45.17 مليار دولار، أي نحو 79.8% من الناتج الإجمالي المحلي. هناك بعض الخبراء إسماعيل في الاقتصاد يحذرون من الاقتراض الداخلي المكثف، يعني الطريقة التي اعتمدتها تونس لسداد ديونها الداخلية والخارجية، يحذرون من هذه الطريقة ويعتبرون أنه ربما يهدد هذا بحدوث شح كبير في السيولة وإغراق القطاع البنكي والمصرفي في وقت يعني تهدف في تونس إلى خفض العجز المالي مع فرض ضرائب إضافية على البنوك والمطاعم والفنادق وغيرها. كما تسعى كذلك إسماعيل وزارة المالية التونسية لتقليص عجز الميزانية خلال الثلاث سنوات القادمة يعني إلى 6.6% من الناتج الداخلي الخام في أفق هذا العام 2024 ونهاية سنة 2026 مقابل تقديرات بنحو 7.7% للعام 2023. إذا إسماعيل للتذكير فإن تونس عرفت العام الماضي صعوبات هامة يعني بسبب الظروف الإقليمية الدولية المتوترة وتفاقم كذلك التغييرات المناخية ما تسبب في ارتفاع التضخم والأسعار المواد الأولية وكذلك حتى فقدانها في الأسواق، ارتفاع معدلات التضخم ما أثر على التوازنات المالية للبلاد وقلص من هامش تصرف الحكومة للسيطرة على نسب التدين ومواجهة النفقات الأساسية يعني العمومية الضرورية. إذا يمكن قراءة هذه النقطة إسماعيل بالإيجابية اعتبارها رسالة للداخل والخارج على نجاح تونس في سداد ديونها دون الحاجة للجوء إلى الخارج أو الاعتماد على المؤسسات الدولية المانحة. إذا وفق مراقبين هذا النجاح هو بوصفة محلية بعيدا عن الإملاءات الدولية، ونحن نعرف يعني الخلاف الدائر بين الحكومة و صندوق النقد الدولي هذه الفترة وتعثر يعني المباحثات حول القرض ب 1.9 مليار دولار. نعم إيناس، بالانتقال إلى روسيا حيث هناك اتهامات لأوكرانيا بإسقاط طائرة الأسرى بالصواريخ، هل من معلومات إيناس حول هذا الموضوع؟ نعم إسماعيل، البارح تفاجأنا في الأخبار يعني بسقوط هذه الطائرة واتهام رئيس مجلس الدوما الروسي كييف بإسقاط الطائرة التي تحطمت كما قلنا صباح أمس الأربعاء في منطقة بيلغراد وعلى متنها 65 سجين حرب أوكراني. اتهمت كذلك وزارة الخارجية الروسية أوكرانيا بإسقاط الطائرة ووصفت العمل يعني بالهام ومن أعمال الإرهاب. هذه الحادثة إسماعيل من شأنها أن تعطل مسار أو عملية تبادل الأسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث كان من المفترض أمس إجراء التبادل ل 192 سجين أوكراني مقابل نفس العدد من السجناء الروس، يعني 65 كانوا على متن هذه الطائرة التي لقت
وبحثها، والبقية كانوا في طائرة أخرى والتي يعني غيرت مسارها في اللحظات الأخيرة بعد تحطم الطائرة الأولى. إذن مراقبون يصفون هذا التصرف بأنه عمل لتعطيل هذا التبادل وإلقاء اللوم على روسيا. فقط اسماعيل للتذكير، فانه بالرغم من عدم اجراء محادثات عن يعني كيفيه انهاء يعني الحرب المستمره منذ 22 شهرا، فان كييف وموسكو قامتا بالعديد من عمليات تبادل الاسرى منذ الاشهر الاولى للحرب اي سنه 2022، لكن المعدل انخفض السنه الماضيه في 2023، وكانت اخر يعني صفقة مبادلات أسرى كانت في أغسطس تموز الفارق يعني، وكانت ودائما هذه التبادلات تكون بواسطة إماراتية وقطرية. عملية تأتي في وقت كان تعهد فيه الرئيس الأوكراني زيلينسكي أنه سيقوم بمزيد من الضغط لإجراء المزيد من عمليات التبادل التي ستسهل يعني من خلالها ما وصفه بصندوق تبادل الجنود الروس الأسرى، لكن جاءت هذه الحادثة وعطلت المسار في انتظار يعني ما ستؤول إليه التحقيقات في هذه الحادثة. طيب إيناس، لو انتقلنا أيضا إلى تايوان، نائبان أمريكيان يزوران البلاد، في أي إطار أو كيف تقرأ هذه الزيارة؟ نعم اسماعيل، هي هذه الزيارة تعتبر الثانية هذا الشهر يعني لقادة أمريكيين يعني أو مسؤولين أمريكيين، تأتي لتأكيد دعم الولايات المتحدة الأمريكية لتايوان. الهدف يعني من هذه الزيارة كما ذكرنا هو تأكيد دعم واشنطن لتايوان بعد انتخاباتها التي وصفتها بالديمقراطية وبالناجحة، والتعبير كذلك على التضامن والالتزام بالعمل المشترك، استكشاف يعني فرص لتعزيز العلاقات بين البلدين خاصة الاقتصادية والدفاعية. كما شكرت هنا الخارجية التايوانية الكونغرس الأمريكي من أجل هذه المبادرة، وما اعتبرته توجيه رسالة إيجابية عن دعم القوى أو قوى الجزيرة. إذن زيارة تأتي يعني بعد قطع ناورو علاقتها مع تاي. ناورو هي دولة واقعة في محيط الهادي، كانت قد قطعت علاقتها مع تايوان وحولت ولائها بالكامل إلى بكين يعني بعد أيام قليلة من الانتخابات الرئيسية التي جرت في تايوان. وتايوان لها حكومتها الذاتية، جيشها، وحتى عملتها الخاصة، لكن الصين تقول أنها جزء من أراضيها ولم تستبعد استخدام القوة يعني لإخضاعها للسيطرة ويعني حتى الضغوطات العسكرية. إذا انتخابات كان قد حذرت منها الصين واعتبرتها يعني ستجلب الحرب والتراجع إلى تايوان، خاصة بعد فوز زعيم الحزب التقدم الديمقراطية التي تعتبره الصين انفصالي. إذا يعني هناك توتر في المنطقة. هذه الزيارة ما هي إلا دليل على دعم واشنطن لتايوان بعد الانتخابات والمضي قدما في العمل مع بعض، خاصة كما ذكرنا إسماعيل في المجال الاقتصادي والدفاعي. طيب إيناس، لو انتقلنا إلى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس بايدن يحذر من خطر يهدد الديمقراطية بعد فوز ترامب في نيو هامشير، يعني كيف تقرأ هذه التصريحات؟ نعم، إذا ترامب يفوز أو يعزز فرص نجاحه ووصوله إلى الانتخابات الرئيسية، وبالتالي فوزه ربما برئاسة جديدة أو ولاية رئاسية أخرى جديدة لأمريكا، يفوز يعني بانتخاب الجمهوريين في نيو هامبشير أمام منافسته نيكي هيلي وهي يعني السفيرة السابقة للأمم المتحدة. فوز كان عقبه فوز آخر في ولاية أيوا، ما يعزز فرص الحصول يعني على تزكية الحزب الجمهوري للمرة الثالثة
لخوض سباق الانتخابات الرئيسية. في أول تعليق له قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه أن الديمقراطيات والحريات الفردية صارت على المحك بعد فوز ترامب في الانتخابات التمهيدية في نيو هاشمير. إذا من الواضح أن دونالد ترامب سيكون المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئيسية المقررة في نوفمبر المقبل. إذا إسماعيل يمكن القول هنا أن جو بايدن خائف من منافسه ترامب، خاصة في حال يعني انتقال الحكم لترامب سينتج عنه يعني الكثير من التغييرات نظرا للفجوة الواسعة بين سياسة جو بايدن وسياسة ترامب كما يعني شاهدناها في السابق. كل طرف كذلك الظروف والفوضى العالمية واحتمال كذلك انتشار الحروب. إذن اليوم نرى العالم يتحرك إسماعيل لوضع خطط بديلة في حال وصول ترامب للرئاسية، خاصة يعني كما ذكرت أنت إسماعيل في مقال في الأخبار العالمية بشخصيته الفوضوية والمتقلبة، ما يجعل من الصعب التكهن بما سيفعله في حال توليه زمام الأمور في الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى. من تونس مراسلتنا إيناس فرادي، جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإيضاحات.